جيت في تيران والله عندنا برشا نواقص بصراحة. أنت جيت تشوف التيران شنو هو اللي صاير فيه، يعني شنو المنظر اللي فيه، يعني تيران بالطريقة دي يعني جرادا، عندك جرادا ما شاء الله اللي ما فماش في ولاية قروان. جيت تشوف فما نواقص، حكاية فارغة يعني تنظيف نتاع حيط، طريق تاع حيط، يعني حكاية فهمني إن شاء الله. وعندنا زاد الأدواش مش مرجلين، هذه هي الحاجة البسيطة بون اللي تيران توا صايبها عندنا اللي غازون الحاجة باهية توا فهمني. هذه هي وخويا مازال النواقص، عندنا جمهور مصلي على النبي عليه، قاعد يدز مع جمعيته، أما للأسف إيد واحدة ما صفقش. يعني تصور يعني جمعية في سي أن يلزم ناس كلها إيد واحدة، والجمعية راهي مش جمعية سفيان زيدي، جمعية النادي الرياضي بحجم اليوم، جمعية الأخوان الكل اللي حاب يشد جمعية ماذا بيا اليوم قبل غدوة. صدقني توا صايين بالنسبة لي أنا، قاعد نخمم توا باش نكمل، عندي مستحقات أجورات يلزمني نكملهم إن شاء الله الجمعة هذيا. ما نعرفش أنا صايين، خاطر لقيت روحي وحدي وتعبت برشا، مسؤولية صعيبة برشا بالحق. هذايا نداء للحواجبية، اقفلوا جمعيتكم، فما بلدية تعطي فينا في 50 مليون بصراحة مازلة، بالعام مازلة، إن شاء الله ثم وعود، إن شاء الله مش يضعفوا إن شاء الله. ماذا بينا معناها هبة من أبناء حاجب العيون اللي يحبوا الحاجب، الناس اللي بالحق قلبها على حاجب العيون وإنها تلتف حول الجمعية وتدعمها. راهو كما تعرفوا توا المال هو قوام الأعمال، وتوا ماذا بينا نستثمروا في صغيراتنا، إذا كان وفروا لهم معناها الموارد المالية باش نجيبوا مدربين باهين وباش نعملوا معناها ستاجات ورانا بحول الله باش نستثمروا في صغيراتنا، مش نشوفهم غدوا في جمعيات كبار. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.